قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا هو التوحيد. ليس التوحيد ما يقوله علماء الكلام والمنطق، إن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا توحيد الربوبية، وهذا ليس هو المطلوب. هذا يقر به العالم، حتى المشركون يقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقولون الله، اللي يعمل هالأعمال هذه هو الله، لا أحد يشاركه فيها، ومع هذا هم مشركون، مشركون في العبادة، هم موحدون في الربوبية ولكنهم مشركون في العبادة، فيعبدون مع الله غيره. هذا هو الذي بعث الله الرسل للنهي عنه. الرسل ما قالوا للناس أقروا لله لأنه هو الخالق الرازق، هم يقرون بهذا بلا طلب، وإنما يقولون لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الذي بعث الله به الرسل، وهذا هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب. أما لو أقر بتوحيد الربوبية فقط لم ينفعه ذلك، لا، ما نفع المشركين، يقرون بتوحيد الربوبية ولا نفعهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء